السلام عليكم، أنا منى أم الطفلين بنت وولد. ما كتبش الله وما طولش الزواج، تفارقت أنا الطليق ديالي وكبرت وليداتي وبغيت نكبرهم على طاعة الله. بقيت متابرة مع الوقت ونخدم مما كان نجيب لهم طرف الخبز. ما خليت ما خدمت، كنت درت الهلال الأحمر وكندير إتسوانيون، كنت كنقش، كنت كنبيع ونشري، كنت كنخدم في الديور، كل وقت ووقتها على حسب الوقت. المهم حتى تصابت بالسرطان. مي تصابت بالسرطان صافي، الصحة ديالي مشات، ما بقاش عندي الجهد، من جهد الا جهد الله سبحانه وتعالى باش نكون وليداتي، باش نعيشهم ونقدر نستمر معهم. منين كيما بديت المسيرة ديالي من الاول، الوقت حكمت عليا بعد المرض، بغى الله سبحانه ما عندي ما ندير بكتاب من عند الله، مرحبا به. غي انا كنت بغيت نتعالج منه، كنت بغيت نتعالج منه، اصريت ودرت تبعت كاع داكشي اللي كيقولوا لي ديريه من الاول حتى الاخر، اللي رام الشيميو البولا، هذاك الشيء بقوة الجهد ديالو زاد ضعفني وتحملت قاومت. المهم بغيت نوقف على رجلي، بغيت نكمل الحياة ديالي مع الميمة ديالي ووليداتي. الساعة ما كيهدروش في السبيطار، ما كيقولوش لك لين وصلتي اش خصك ديري، ما كيعطيكش وقت. كنسول ما فهمتش، كل مرة يقولوا لي ديري حاجة، اللي كيقولوه كنديرو حيت بغيت نتشافى. عندي في الرحم، عندي سرطان في الرحم، وما في الاخر عرفت بانه ما براش تجمع شويه، ولكن ما براش. قالوا لي دابا حاليا غادي داكشي اللي كنت درت حيت البوله الكلاوين فخاتهم، درت شيو الكلاوين البوله كل ساعة، كل 6 شهور إلا درتي ديال اللي تشري انتي ب21,000 ريال كيدير الواحد، راك تبقاي بيه 6 شهور. درتي ديال المخزن تبقاي بيه 3 شهور، حيت مع الأشعة وداكشي بالزربة كيكرم. أبار أنهم كيعطيوني دابا مبقاوش عاطيني شي دواء، ما بقيت متبعة حتى شي دواء، ما حتى شي حاجة. كيديرو معايا الكونترول دابا، كيعطوني غير المورفين كناخد غير باش نسكن الالم ديالي. يلا مشيت عند البناج دابا حاليا باش ندفع الوريقات ديالي باش ندير داك تيو نعاود نبدلو. كيقول لي الورقة على ما شفت على ما قريت انك غتبقاي على المورفين طول حياتك، وانا ما قالوش لي هذه الهضره، تصدمت بها، ما قالوش لي انني غنبقى على المورفين وانني هادشي وغنبقى نديرو ديما، ما عمرني غنحيد بزاف د الحوايج ما كنتش عارفه ما عرفتهم. دابا انا جيت باش ندير لقاء مع الصحفي ديال شوف تي في باش يقدمني ليكم، على اساس لا كانت شي مساعده منكم خوتي المغاربه اللي كيحسوا بالضعيف واللي عنده قلب الحنين. جيت كنطلب منكم تعاونوني، باغي بدلتي وبغى نوقف على رجلي، باغي نرجع عاوتاني، بغيت نشافى من المرض، بغيت نلقى باش نشري المورفين باش نستحمل الالم. ما بغيتش، بغيت نبرا، بغيت نبرا، ولكن مورفين ضروري. كيفاش غادي نوقف اذا انا ما درتش المورفين؟ ما نقدرش نوقف الوجع، ما نقدرش نستحمله باش نمشي للسبيطار، ما نعش.
ما بغاش نعيش بمورفين، بغا نحيد حيدوا لي، هزوا عليا هذا، هزوا عليا الدار. بغيت نداوى قبل من المورفين، بغيت نداوى، ولكن هنا الله بغى انني غنبقى على المورفين. اش غندير الا الله بغى نبقى بالدار؟ انا حامده وشاكرا، حامده وشاكرا، حيت هذا الرغبه ديالو ما عندي ما ندير. امتحاني بهذا المرض نصبر، حيت ما بلانيش بيه الانسان، بلاني بيه الله سبحانه. انا قابله حتى واحد الوليده مريضه وجاية محيده البزوله ورجلها منفوخه ودابا كتغدر، دابا هي اللي كتجيب في شي جوج دروج باش نعيشو حنا. بزاف عام واحد تقلب كلشي. كنت كنناقش حدا فين كان، فين كان السينيغال جامع السوق، كنت كنناقش كدرت بلاصه واخا من الحرب، راه كتعرف صحاب المهنه كيبداو يديروا معاك الحرب باش تنوضي، كتجي حداهم وكيشوفوا الحنه ديالك او المنتوج اللي كديري النقش ديالك حسن، كيبغيو يضاربوا معاك باش يحيدوك، فهمت؟ مشيت بقاو بديت تحاربوا معايا وداك الشيء. صافي انايا حيت الحاجه اللي كتجيني منها الصداع كنبغي نخليها، حيت ماشي حرفه وحده خليت على الدار. اي لا سقوط، ما بغاوش يقبلوا لي الملف ديالي، ما بغاوش يقبلوا لي الملف ديالي في مقاطعه، غيقبلوا غير الملف ديال الوليده. وانا رات انا كنعتبر عائله، يعني حيت انا واخا مطلقه عندي جوج ولاد انا حاضنه عليهم، حيت ما عنديش فين نسكنهم. الا خرجوني، الا خرجوني فين انا مشي؟ الحمد لله ماشي، ما نقولش ما نافعانيش، كون ما كنتش هي ما نقدر ندير والو، ما نكذبش عليك، ما نقدرش ندير الشيميو. الناس راه كتخلص فيه بزاف الفلوس، ولا البوله راه الناس كتخلص فيها بزاف الفلوس. اي راديو كندير، ولكن بالنسبه للدواء انا ما وحدش في هذا الشيء، ما نكذبش على الله، ما وحدش في هذا الشيء، انا اللي وحدت فيه الدواء والتيو، فهمتي؟ المعيشة هادشي الآخر، أما الراميد واقفة. واخا أنا مثالية ليا، مشيت صيبت واحدة أخرى وديت وجبت الريسي ديالها باش خدامة. الله يرحم ليكم الوالدين، وقفوا وقفوا معي وشدوا بيدي، وقفوا معي وشدوا بيدي، بغيت نعيش أنا قبل وليداتي، وما بغيتش الله سبحانه وتعالى يوريكم ضر من بحال هاد المرض هذا، وبعد عليكم كاع امراض. الله يعافينا احسن من هاد المرض ديال الكورونا يا ربي. وقفوا معايا، لا لا، الصحه تاج، تاج على الريوس ديال الاصحاء، ما كيعرفوش بالحق ديالو حتى كيمشي. ما غادي، واصلا انا ما عمرني ما جربت الفلوس تكون عندي باش غادي، ولكن اعرف بحق الصحه، حتى لو كان عندك الفلوس ما غتقدرش تزيد ولا تمشي تخسر ولا تصرف هذيك الفلوس، ما غتقدرش. ولكن الا كانت عندك الصحه غتقدر تجي وتستمتع بالحياه، حيت المذاق ديال الحياه واخا ما تكونش، كتجيك السعاده من ابسط الاشياء، غير من قرب ديالك من حدا والديك راه فيها السعاده، قرب من الناس اللي كتبغيهم مرة فيها السعادة. بزاف د الحاجات ربي عطاهم لينا ما عارفينش القيمة ديالهم، راه هاد النفس، شوفوا شوف، راه هاد النفس الأكسجين اللي كنتنفسوه ما عرفنا القيمة ديالو، حتى ربي عطانا هاد الوباء ولينا كنديرو كمامات كنقدروش الأكسجين، حيت بعض الناس ما كيكونوا ما عندهم ريسبيراتوار ديالهم ثقيله ولا شي حاجه، ما كيقدروش يتنفسوا، حتى الناس العاديين كتولي زايده عنهم شي حاجه. وشوف شوف غير الاكسجين شنو القيمه ديالو اللي عطانا الله سبحانه وتعالى.